أقسم بالله كل صلاة هصليها وكل دقيقة هتعدي من وقتي لحسب عليكي. والله العظيم كله بيقول يلا نفسي ده عشان خاطر ده ايه ده، بصوا بيبي صغير عشان خاطره، بس الكل بيقول يلا نفسي يلا حسب الله ونعم الوكيل. طب لما هو بيقول كلام وحش يروح ماما، فرقتنا ليه عن بعض؟ قعدتي معاه لغاية دلوقتي ليه؟ وبتكلموا بعض عارفة كل حاجة، كل حاجة عارفاه. بص أنا آخر ستوري هتكلمه، يا رب تشبعوا لبعض وإن شاء الله بإذن الله زي ما فرقتني أنا وجوزي هيجي اللي يفرقك أنت وجوزك برضو إن شاء الله بإذن الله. أنا زعلانة عشان ربنا فوق كبير، وإن شاء الله بإذن الله ياخد لي حقي وحق البيبي اللي في بطني وحق سليم اللي على وش الدنيا اللي لسه ما كملش 3 سنين. ده انت يا شيخة خدتي راجل ومعاه 3 أطفال.